ومن موجز الأخبار سوف ننتقل الآن إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية لهذا اليوم. بطبيعة الحال اليوم هو أول أيام عيد الميلاد المبارك، وبالتالي لا صحف في لبنان، ولكن يعني هناك بعض المنشات. نبدأ مع صحيفة النهار: ميلاد مأزوم في لبنان ومواقف بكركي أشد التهابا. ففي ليلة الميلاد اللبنانية ووسط الانسداد الآخذ في الاشتداد في الأزمة السياسية الرئاسية والتي تترك الفراغ حاكما وحيدا فعليا للبلاد، لم يكن أدل على قطامة المشهد والواقع الداخلي من المواقف التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في رسالة الميلاد، والتي يمكن وصفها بأنها شكلت الذروات في مواقفه النارية العاكسة لعمق المشكل اللبناني، والتي تتفاعل الكنيسة مع اللبنانيين جميعا حياله وليس فقط أبناء الكنيسة. ليس بعيدا كانت لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مواقف جديدة أيضا في مناسبة الميلاد، إذ اعتبر أن أمنيته الميلادية هذه السنة هي أن يتمكن مجلس النواب في أسرع وقت ممكن من انتخاب رئيس للجمهورية يكون رئيسا فعليا للجمهورية لا شخصا جلم فيه أنه يطلق عليه فقط لقب رئيس الجمهورية. أما بالنسبة لموضوع الحوار وعما إذا كانت القوات اللبنانية قد قطعت الطريق عليه عبر موقفها بأنها لن تشارك بأي حوار، قال جعجع: ليس صحيحا هذا الأمر، نحن في حوار دائم مع بقية الأفرقاء لمحاولة الوصول إلى رئيس بالحد الأدنى مقبول. أما بالنسبة لطاولة الحوار الرسمية فأنا لا أعرف ما هو موقعها من الإعراب في الوقت الراهن. في المقابل مضى حزب الله في استهداف طرح بكركي عقد مؤتمر دولي من دون أن يسمي بكركي، وغداة اللقاء الذي جمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أوضح النائب بلال عبدالله أنه خلال لقاء باسيل جنبلاط لم يحصل نقاش بالأسماء للرئاسة، مؤكدا أن المقاربة الرئاسية للحزب الاشتراكي لم تتغير لكنها ليست موضوعا خشبيا جامدا. من صحيفة النهار سوف ننتقل الآن إلى موقع لبنان الكبير، فكتبت الزميلة آية المصري: حزب الله يفضل علاقات جيدة بين إيران والمملكة العربية السعودية. فبعد لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والأجواء الإيجابية التي طغت على هذا اللقاء، يحكى عن عودة لبنان إلى حضنه العربي. الجديد في هذا الملف ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان عبر عن إجرائه حديثا وديا على هامش قمة بغداد 2، مؤكدا أن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق في شأن ملفها النووي إذا راعت خطوطنا الحمر. وأشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أبدى خلال لقاء جمعهما استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إيران المقطوع منذ فترة. بحسب أوساط معينة فإن إيران جاهزة لاستئناف العلاقات مع المملكة وهي ترحب بذلك، وفي المقابل نرى أن محور الممانعة بدأ يروج لاجتماع رباعي يضم الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، قطر في باريس طبعا، وللبحث في الملف الرئاسي اللبناني وأسماء المرشحين المحتملة للرئاسة. ورأت مصادر معارضة لسياسة حزب الله أن الحزب في هذه اللحظة السياسية يريد أن تعود العلاقة بين لبنان والمملكة ولكن ضمن شروطه، بحيث لا يريد الذهاب إلى التصعيد. لذلك نرى طبعا مجموعة من الصحفيين والمحللين السياسيين التابعين لمحور الممانعة يكتبون في الأونة الأخيرة عن أن الحزب مع اتفاق الطائف واستعادة العلاقات العربية ومناقشة استراتيجية الدفاعية. سوف ننتقل الآن إلى موقع أساس ميديا، ومع مقال للزميلة جوزيفين ديب: باسيل جنبلاط شمس الـ LBC وليالي الأنس مع الخنسة. فلا تواصل بين حزب الله وجبران باسيل، وقد تكون قطيعة هذه الأيام سابقة منذ توقيع الفريقين ورقة تفاهمهما في شباط من عام 2006. وإن كان يرفض الطرفان الاعتراف بالقطيعة بينهما مكتفيين بالتعبير عنها بأنه لا تواصل حاليا، فالحقيقة أن المسافات بينهما تتسع بسبب أمرين: أولا تأكيد مصادر حزب الله أنه ما يزال متمسكا بسليمان فرنجية مرشحا رئاسيا، وثانيا تأكيد دعم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في أي دعوة أخرى إلى انعقاد
جلسة لمجلس الوزراء للضرورة القصوى ولو قطعها فريق جبران باسيل. تبدو المفارقة اليوم في الحركة السياسية المرافقة لهذه القطيعة التي يقوم بها كل منهما، فحزب الله ينفتح على قوى مسيحية أخرى، وجبران باسيل يحاول كسر الطوق السياسي حوله من خلال مبادرته إلى لقاء الأطراف الأخرى ولو كانوا من الخصوم. وآخر هذه اللقاءات كان غداء نهار الجمعة الذي جمعه بوليد جنبلاط. منذ أشهر نشطت الحركة على الطريق من وإلى حارة تحريك، وطبعا حارة تحريك حفلت بزوار هم خصوم حزب الله في التوجه السياسي. لذلك كثرت اللقاءات ولو على مستويات متواضعة لا ترتقي إلى حوار سياسي رسمي بين الأطراف. فعقد على التوالي اللقاء بين مسؤول ملف العلاقات المسيحية في الحزب محمد الخنسة مع عدد من المعنيين في أو من الجانب المسيحي، منهم معاون البطريرك وليد فياض، منهم الأمين العام لحزب الكتائب اللبنانية سيرج داغر، وأيضا زار الخنسة رئيس الرابطة المارونية خليل كرم قبل أيام بهدف تعزيز الحوارات والتلاقي بين القوى والبلاد، وهو زار أيضا بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين يوسف العبسي، في ما تشير المعلومات إلى إمكانية أن يقوم الخنسة بزيارات لمناسبة عيد الميلاد وهي قد تشمل كركي في هذا الإطار. لاحقا طبعا يعني هناك العديد من اللقاءات بين مجموعة من الأشخاص كانت حين في منزل الصديق المشترك بين الطرفين هيكل الخازن، بالإضافة إلى لقاءات أخرى في مقر المجلس السياسي في حزب الله. في المقابل تبدو هذه العلاقة مع الحزب، علاقة حزب الله مع حليفه المسيحي، في تراجع مستمر بعد تصعيد جبران باسيل الذي لا سابق له. ووفق مقولة مصائب قوم عند قوم فوائد، اكتشف المسيحيون فجأة حاجة الحزب إلى غطاء مسيحي في قوانين الخلاف مع باسيل، وجبران قرر بدوره أن ينسى أجراس المختارة، فذهب إلى حيث أعلن غسان عطلة ذات يوم أنه يخاف من النوم في الشوف بسببها. إلى هنا نكتفي بهذا القدر من أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية.